فيلم Journey to the Center of the Earth. دكتور جامعي بيخوض مغامرات خطيرة، بيلاقي كتاب خيال علمي هيوصله لمكان أخوه اللي اختفى من سنين. مستكشف اسمه ماكس أندرسون بيجري من ديناصور مخيف بيطرده، فجأة بيلاقي حفرة اتفتحت قدامه خارج منها بركان، فما كانش قدامه حل تاني غير إنه ينط للناحية التانية من الجبل، بس مع الأسف بيقع في البركان وبيموت. في الحقيقة كل اللي حصل ده كان مجرد كابوس، وبيفوق تريفور أندرسون من الكابوس ده وهو مخضوض. بنعرف كمان إنه بروفيسور في الجامعة، لما بيروح شغله بيعرف من المسؤولين إن الجامعة مش هتقدر تدفع تمويلات تانية لدراسات أخوه المفقود ماكس، لأنه اختفى من سنين والدراسات ملهاش لازمة أصلا. بيرجع تريفور للبيت وهو محبط، ده غير إنه مفتقد أخوه قلقان عليه. بعدها بتجيله مكالمة من زوجة أخوه إليزابيث، بتعرفه إنها جاية في الطريق مع ابنها شون. في ساعتها بيقوم تريفور ينظف بيته المكركب قبل ما الضيوف يوصلوا، لكنه ما بيلحقش لأنهم بيوصلوا بسرعة. إليزابيث بتسلم عليه وبتعرفه إنها هتسيب شون عنده 10 أيام لغاية ما تجهز سفرهم لكندا، بس واضح إن شون مش مبسوط إنه هيقعد مع عمه لأنه مش عاوز يتعامل مع حد، وكل اهتماماته في الألعاب الإلكترونية وبس. قبل ما إليزابيث تمشي بتسلمه صندوق كان بتاع زوجها ماكس، بيفتح تريفور الصندوق وبيلاقي قفازات بيسبول ولعبة يويو وشوية حاجات ملهاش لازمة، لكنه بيلاقي في وسط الحاجات دي كتاب أخوه المفضل اللي اسمه رحلة جول فيرن المركز الأرض. فبيقعد يقرأ الكتاب وبيلاقي رموز وملاحظات غريبة أخوه كاتبها، كمان كاتب ملاحظات عن درجات الحرارة في المنطقة اللي كان بيستكشفها. بيروح تريفور مع شون للمختبر وبيقدر يحدد المكان اللي أخوه راح يستكشفه من سنين. بيطلع تحديدا في مدينة أيسلندا، المكان ده معروف ان فيه حمم بركانية كتير، ده غير انه بيودي المركز الارض. تريفور بيقرر يسافر أيسلندا بس هيرجع شون لوالدته الاول. شون بيرفض وبيصمم يسافر معاه عشان يعرف حقيقة اللي حصل لوالده. بالفعل بيروحوا يركبوا الطيارة، تريفور بيحاول يفك الرموز بتاعت اخوه بس مش بيعرف. شون بيخمن ان الرموز دي اسم شخص معين، بالفعل بيعملوا شوية ابحاث على جوجل، بيعرفوا ان الراجل المقصود هو المدير التنفيذي لمعهد علم البراكين. بعد ما بينزلوا من الطيارة بيروحوا للمعهد، ولما بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان المعهد عبارة عن بيت صغير موجود في مكان بعيد ومعزول. فبيخبطوا الباب وبتفتح لهم بنت جميلة اسمها هانا، بتعرفهم انها بنت المدير التنفيذي لكنه مع الاسف مات من سنين. تريفور بيحس ان الامور اتعقدت اكتر، بس بيدخل البيت عشان يتكلم معاها وبيعرف ان والدها كان مقتنع بنظريات الكاتب جول فيرن. الغريب ان ماكس هو كمان مقتنع بنظريات الكاتب ده، وبتحذرهم يروحوا للبركان لوحدهم لان الطريق خطر عليهم، بس بتعرض عليهم تكون المرشده بتاعتهم لان عندها خبره في الطرق الجبليه، في المقابل هيدفعوا لها فلوس كتير. وبالفعل بيوافقوا على عرضها. وتاني يوم بيستعدوا للرحله مع بعض. شون بيقول لعمه انه مهتم يعرف معلومات اكتر عن البنت دي، فعمه بيقول له انه كمان عاوز يفهمها اكتر. بعدها بيتسلقوا جبل اسمه سنوفيلز، هانا بتعرفهم ان الجبل ده خطير جدا ولازم ياخدوا حذرهم وهم بيتحركوا. بعد شويه بيوصلوا لمكان قريب من مركز الارض المذكور في الكتاب، وبيلاقوا قدامهم جهاز استشعار. تريفور بيحاول يشد الجهاز من على الارض بس فجاه بيحصل عاصفه شديده. هانا وشون بيروحوا يستخبوا في الكهف. بعدها تريفور بيسحب الجهاز وبيطلع يجري، بس البرق بيحاول يصعقه، فبيفهم ان البرق بينجذب لجهاز الاستشعار فبيرميه بسرعه في الهواء والبرق بيفجر الجهاز. بعدها بيدخل للكهف وبيحصل انهيار جبلي وبيسد مخرج الكهف. حاليا هم محبوسين جوه ومش عارفين هيخرجوا ازاي، فبينتشروا في الكهف عشان يدوروا على مخرج تاني. بيلاقوا طريقين قدامهم، واحد منهم بس اللي هيرجعهم للسطح. تريفور بيكمل ماشي قدام، بيكون مش واخد باله من المنحدر اللي قدامه، وقبل ما يقع هنا بتروح تنقذه بسرعة. بيشوفوا قدامهم خشبة مكتوب عليها تحذير ان المكان ده خطر، فبيكتشفوا انهم موجودين على حافة الكهف. تريفور بيقرر يرمي شعلة في الحفرة اللي قدامهم عشان يعرف عمقها قد ايه، بس اول ما بيولعها بتنفجر بسبب وجود عنصر المغنيسيوم في جدران الكهف، والمادة دي قابلة للاشتعال. هنا بتطلع من معاها شعلة مقاومة للحريق، فبيرموها وبيحسبوا وقت وصولها للقاع. بيكتشفوا ان عمق الحفرة 60 متر. بعدها بيجهزوا حبالهم عشان ينزلوا تحت. شون بيكون خايف جدا من المغامرة دي. تريفور بينزل اول واحد عشان يطمنه وما يخافش. بعدها ابن اخوه بينزل وراه، وهنا بتفضل تشجع الطفل عشان ما يتوترش. تريفور بيشوف نوع حجارة قدامه بينبهر بيها جدا لغاية ما انتباهه بيتشتت والحبل بيفلت من ايده. هنا بتقرر تقطع الكابل اللي رابطهم هم الثلاثة مع بعض عشان لو واحد منهم وقع ما يوقعش الاثنين التانيين. بالفعل بتعمل كده. تريفور بيوصل للأرض من غير ما يتصاب لأنها أساسا كانت عارفة أنه قريب من الأرض. بعد ما بيوصلوا هما التلاتة للأرض بيلاقوا قدامهم منجم خطير لأن عدد كبير من العمال ماتوا جواه، لكنهم بيدخلوا للمنجم. بتروح هنا تشغل المولد بالرغم أن تريفور حذرها، بس أول ما بتفتحه الكهرباء بتشتغل في المنجم. شون بيطلب منها تفكر بعقلية أكتر من كده، لكنها بتعرفه أن المنجم طريقهم الوحيد للخروج، فبيركبوا عربيات العمال. هنا بتتحكم في السواقة فبتزود السرعة بشكل خطير، وبيحاول يتفادوا أنهم يخبطوا في أي حاجة حواليهم. وفي نص الطريق بيلاقوا أن السكة الحديد مقسومة نصين، بس هنا بتقدر تطير بيهم للناحية التانية.
وبيوصلوا من غير أي خسائر. بعد شوية بيوصلوا عند نقطة معينة الطريق فيها بيتفرق لثلاث مسارات مختلفة، وكل عربية بتروح في اتجاه مختلف، بس هنا بتنط في عربية تريفور وبتلاقي إن الطريق بتاعهم أخره جدار، فبتستخدم الأحبال وبتربطها حواليهم. بعدها بترمي الخطاف على قضبان السكة الحديد فبيقعوا على الأرض، والعربية بتخبط في الجدار وبتنفجر. بعد شوية شون بيوصل عندهم وبيكون سليم. بعدها بيروح يتفرج على المكان فبيلاقي عدد ضخم من الأحجار الكريمة والألماس حواليه، بيكونوا منبهرين من الجمال اللي شايفينه. بنعرف إن الأحجار دي بتظهر داخل الأنابيب البركانية، فده معناه إنه ممكن يخرجوا من سطح البركان اللي هم موجودين في قاعه حاليا. بيروح شون ياخد شوية أحجار معاه، في اللحظة دي بيحسوا بهزة أرضية خفيفة. هنا بتفحص الأرض اللي هم واقفين عليها فبتعرف إنها مصنوعة من صخور المسكوفيت، وده نوع من الصخور سهلة الكسر، فبيبدأوا يتحركوا بشويش جدا عشان الأرض ما تتكسرش، بس الحجر اللي معشهم بيقع منه والأرض بتتشقق، بس مش بيحصل لهم حاجة. مع الأسف مش بيعدوا وقت طويل والأرض بتتكسر بيهم وبيقعوا بشكل بطيء. تريفور بيفتكر نظرية الكاتب جول فيرن اللي قال فيها إن المجسمات اللي بتقع داخل أي بركان حركتها بتكون بطيئة عن الطبيعي. بعد شوية بيقعوا في المية وبيفضلوا يعوموا لغاية ما بيوصلوا للسطح، لكنهم بيكتشفوا إن هانا لسه تحت المية. تريفور بينزل ينقذها بسرعة لأن شنطتها تقيلة وما كانتش عارفة تعوم. بعد ما بيخرجوا هما التلاتة بيناموا على الأرض، فبيبصوا على السقف وبيلاقوا أنوار شكلها جميل، بس فجأة الأضواء دي بتتحرك وبيكتشفوا إنها عصافير مضيئة وبتطير حواليهم. تريفور بيكون واقف مصدوم لأن العصافير دي انقرضت من آلاف السنين. شون بيكون واقف منبهر من جمال العصافير. بعدها بيقرروا يمشوا هما التلاتة وراهم لغاية ما العصافير بتوصلهم لمكان ساحر مليان بحيرات وجبال شكلها جذاب، كأنهم دخلوا في عالم تاني موجود تحت الأرض. تريفور بيكون سعيد جدا إن نظرية أخوه طلعت صح، والغريب كمان إن في كرة نارية في السماء شبه الشمس. تريفور بيعرفهم إن الكتاب شرح كل تفاصيل العالم ده بدقة. بيروحوا يستكشفوا العالم ده فبيلاقوا شلالات ونباتات شكلها جميل جدا ونوع من أنواع الفطر مختلف تماما عن الموجود في العالم بتاعهم. تريفور بيفتح الكتاب عشان يقارن بين نظرية الكاتب واللي هو شايفه، وتقريبا بيلاقي كل كلام الكاتب متطابق مع اللي هو شايفه قدامه. شون بيشوف طريق غريب قدامه فبيروح يستكشفه، وباقي المجموعة بتروح وراه. بيلاقوا قدامهم بيت الشجرة، تريفور بيدخل جواه عشان يكتشفه أكتر، فبيلاقي كل حاجة حواليه موجودة بقالها قرن، وغالبا الحاجات دي تخص الكاتب. هنا بتروح تكتشف المكان بره الشجرة، فبتلاقي أدوات تنقيب وإزازة مية خاصة بماكس، كمان بتلاقي فانوس عند المنحدر. شون وتريفور بيلاقوا كتاب في بيت الشجرة، لما بيقروا بيلاقوا كتابات ماكس، فبيعرفوا إن بيت الشجرة كان ملجأ لماكس وقت رحلته، وكاتب لهم كمان إن في محيط تحت الأرض. هنا كمان بتروح تقول لهم المعلومات اللي هي عرفتها، فبيروحوا هم التلاتة يدفنوا حاجات ماكس ويعملوا له جنازة احتراما لروحه. شون بيكون منهار جدا لأنه عمره ما شاف والده، بس ماكس بيكون سايب رسائل لابنه. لما تريفور بيقرا الرسائل دي الولد بينهار من البكا. كمان بيكون كاتب لهم ان المكان ده حواليه صخور منصهره، لما الزلزال بيضرب الارض وقتها درجه الحراره بترتفع. شون بيسمع الحوار ده وبيروح يقعد معاهم عشان عمه يشرح له الكلام اللي بيقوله بشكل مبسط، فبيعرفوا ان درجه حراره المكان بترتفع ل 194 درجه مئويه، واقصى حراره ممكن جسم الانسان يتحملها هي 134 درجه مئويه، عشان كده لازم يهربوا في اسرع وقت قبل ما الحراره تزيد. من حسن الحظ ان ماكس كاتب طريقه للهروب، وهو انهم يعدوا المحيط لغايه ما يوصلوا للنهر، بعدها لينابيع المياه الساخنه اللي هتوصلهم للسطح، بس لازم يتحركوا بسرعه قبل ما الحراره ترتفع والمياه تتبخر. ومن خلال التعليمات اللي في الكتاب بيبداوا يصنعوا مركب شراعي صغير. لما كانوا بيشتغلوا لاحظوا ان درجه الحراره بترتفع بسرعه ووصلت ل 105 درجه. بعد ما بيخلصوا صنع المركب، تريفور بيدي لابن اخوه البوصله بتاعت والده وبيقول له يستخدمها بحذر لان اتجاهها بيتغير باختلاف الاماكن. بعد شويه بيروحوا يرفعوا الشراع والرياح بتكون مساعدهم، وفي الاخر بيركبوا المركب وبينطلقوا في المحيط. بيجي طائر مضيء يحذر شون من خطر قريب منهم، بالفعل بيلاقوا عاصفه شديده بتقرب منهم. هنا بتقول لهم ينزلوا الشراع حالا، بس مش بيلحقوا لان درجه الحراره بتوصل ل 109 والجو بيغيم فجاه والدنيا بتمطر. شون بيشوف سمكة مفترسة في المية، فجأة بتحاول تهجم عليه بس مش بتوصله. بعدها بتوصل عند هنا، بس البنت بتخبط السمكة وبتبعدها عنها. بعدها مجموعة الأسماك المفترسة بيخرجوا من المحيط وبيحوطوا المركب، واحدة منهم بتنط على تريفور عشان تعضه، لكنه بيرميها في المية بسرعة. تريفور بيمسك عصاية البيسبول وبيبدأ يضرب في السمك المفترس. في اللحظة دي والدة شون بتتصل عليه وبتسأله عن مكانه، بس قبل ما يرد عليها السمكة بتطلع من المية وبتبلع موبايله. تريفور بياخد باله إن في سمكة عاوزة تعض هنا، فبيروح يضربها بسرعة قبل ما توصل لها. تريفور بيشوف نوع غريب من السمك الضخم رايح عند ابن أخوه، فبيحذره بسرعة قبل ما السمكة توصل له، لكن السمكة دي بتطلع من المية عشان تاكل الأسماك المفترسة ومش مهتمة أصلا بالبشر، وبيظهر عدد كبير من الأسماك الضخمة وبياكلوا كل الأسماك المفترسة. في اللحظة دي المجموعة بيكرروا
قرار يغيروا طريقهم. الرياح فجأة بتزيد جدا وبتروح هنا تنزل الشراع، لكنها مش بتقدر لأن الحبل بيجرح إيديها. شون بيحاول ينزل شراع المركب بس الشراع بيفك وبياخد شون وبيطير. بعدها بيفوق على الشاطئ لوحده وبيلاقي سمكة ميتة قدامه، فبيقوم من مكانه وبيعرف إنه تاه منهم. بس لحسن حظ إنه الطائر المضيء بيكون معاه وبيطلب منه يمشي وراه عشان يوصله لمكان المية. تريفر وهنا بيوصلوا على أرض صلبة وبيكونوا قلقانين جدا على الولد، لكنهم متأكدين إنه ذكي وهيقدر يوصل للنهر لوحده. شون بيوصل لمكان كله مية عذبة عشان يشرب وبيشكر الطائر على مساعدته. بعدها بيكمل طريقه. تريفور بيشوف نبات أكل لحوم البشر قدامه وكان بيحاول يعض هنا، بس تريفور بيقطع له راسه بسرعة قبل ما يقرب منها. بيلف وراه ومش بيلاقي هنا، فبيفضل يدور عليها لغاية ما بيلاقي النباتات مأيدينها عشان ياكلوها. بيروح تريفور يخلص عليهم بالرمح بس بياخدوه منه، فبيبدأ يسدد لهم لكمات عنيفة لغاية ما بيلمس السائل اللاذق خارج من النباتات، فبيقرف جدا لكنه لسه مستمر في القتال. والبنت بدأت تتخنق خلاص، فبيروح تريفور يسحب النبات من الأرض وبينقذ هنا. وقبل ما يمشوا بيلاقوا نبات تاني حاول يهاجمهم، بس تريفور بيضربه وبيكمل مشي. شون بيشوف ضوء في نهاية الكهف فبيمشي وراه، لكنه بيتكعبل وبيقع على الأرض. وبيقوم تاني فبيلاقي السكينة بتاعته طايرة في الهواء، فبيفهم ان في منطقة مجال مغناطيسي عشان كده المجسمات بتطير من حواليه. بعدها بيكمل طريقه لغاية ما بيوصل لصخور طايرة في الهواء وتحتها حفرة ضخمة جدا، فبيفهم ان الصخور دي ضد الجاذبية الأرضية، فبيقرر يمشي على الصخور دي بكل حذر، لكنه فقد توازنه على صخرة منهم وكان هيقع، بس بيمسك كويس في الصخرة وبيلاحظ انه لما حرك الصخرة في اتجاه غلط باقي الصخور بعدت عنه، لكنه مش بيستسلم وبينط للصخرة التانية بكل قوته وبيمسك فيها كويس بعد ما لفت ب 360 درجة. بس في حاجة بتقع من جيبه فبيتوتر اكتر، لكنه بيرتاح بعد ما الصخرة رجعت للوضع الطبيعي. بعدها بيوصل للسطح. هنا وتريفور بيوصلوا للنهر اللي هيوديهم للينابيع السخنة، بس المشكلة انهم مش بيلاقوا شون، فبينادوا عليه بصوت عالي بس مش بيسمعهم برضه. شون بيستعمل البوصلة عشان يوصل للنهر ودرجة الحرارة بتكون عالية جدا لغاية ما بيوصل لمكان فيه جماجم ديناصورات، فبيسمع صوت مرعب وبيستخبى بسرعة. تريفور بيطلب من هنا تهرب عشان تنقذ نفسها لأنه هيرجع يدور على ابن أخوه، فبتودعه لأنها ممكن ما تشوفوش مرة تانية. شون بيلاقي سائل مقزز وقع قدامه، فبيبص فوق وبيلاقي ديناصور ضخم فاتح بقه عشان ياكله، بس شون بيهرب منه بسرعة والديناصور بيطلع يجري وراه وبيدمر كل حاجة في طريقه لغاية ما شون بيوصل لكهف صغير، فبيدخل بسرعة يستخبى جواه، بس الديناصور بيكسر الكهف بسنانه. في اللحظة دي تريفور بيسمع صوت ابن أخوه، فبيعرف إن الصوت جاي من جوه الجدار، فبيكسره بسرعة وبينقذ ابن أخوه قبل ما الديناصور ياكله، بس مش بيعرفوا حتى ياخدوا نفسهم لأن الديناصور بيشوفهم وبيحاول يهجم عليهم، بس هم بيطلعوا يجروا منه بسرعة. تريفور بيقرر يخاطر بحياته وبيستدرج الديناصور للأرض الهشة، وبالفعل الأرض بتتكسر والديناصور بيقع تحت الأرض. تريفور بيكون ماسك في الحافة وعلى وشك إنه يقع، لكنه في الآخر بيقدر يطلع وبياخد ابن أخوه وبيمشوا في النفق اللي هيوديهم للنهر. بس لما بيوصلوا للنهر بيلاقوا المية بتغلي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لحسن حظهم إن هنا بتكون لسه مستنياهم وركب على جمجمة الديناصور بعد ما حولتها المركب وبتاخدهم معاها وبينطلقوا في النهر. فجأة سرعتهم بتزيد وبيقعوا من على ارتفاع عالي جدا لغاية ما بيوصلوا لفتحة الينبوع. لحسن حظهم ان الفتحة ضيقة فمش بيقعوا، بس للأسف المية بتكون اتبخرت وظهر مكانها حمم بركانية، فبيحسوا بالإحباط. بس تريفور بيلاحظ ان الجدار جواه مية ومفيش غير حل واحد قدامهم، وهو انهم ينزلوا المية دي في الحمم البركانية. بعدها المية تتبخر وبخار المية هيرفعهم للسطح. تريفور لاحظ وجود مغنيسيوم جوه الجدار، فقرر يولع شعلة عشان الجدار ينفجر والمية تنزل في البركان، فبيستخدم شعلتين بس خطته بتفشل ومش بيحصل أي حاجة، بيكون متبقي معهم شعلة أخيرة. تريفور بيقرر ينزل بنفسه عشان يقرب الشعلة لأكتر مكان ما فيهوش مية في الجدار، فبيربط نفسه بالحبل وهنا بتنزله بالراحة لغاية ما بيوصل لصخرة مليانة مغنيسيوم وبيقرب منها الشعلة، بس الرطوبة بتكون عالية ومش بيحصل حاجة برضه، فبيقرر يرمي الشعلة على الصخرة وبالفعل بتوصل لها بس مش بيحصل أي تغيير. بعد شوية بيشوف شعلة صغيرة خارجة من الجدار والجدار بينفجر والمية بتنزل وبتقع في الحمم البركانية. بعدها تريفور بيطلع لهم بسرعة وقوة دفع بخار المية بتخرجهم أخيرا للسطح وبيفضلوا طايرين شوية في الهواء. بعدها بيقعوا في مزرعة وبيدمروا كل المحاصيل حواليهم لغاية ما المركب بتوصل لبيت راجل إيطالي وبيفضل يزعق لهم لأنهم دمروا المحصول، بس شون بيديله قطعة ألماس عشان يسامحهم، فالراجل الإيطالي بيطلب منه يجي يبوظوا المحصول كل يوم. بعد فترة تريفور بيرجع لشغله مرة تانية وصديقه ألم بيلاحظ إنه سعيد، فتريفور بيعرفه إن الأسبوع ده حصل فيه أحداث خيالية عشان كده هو سعيد. ده طبعا غير إنه ارتبط بهنا. هنا وتريفور بيروح يودعوا شون قبل ما يسافر وبيطلبوا منه يزورهم في الكريسماس. تريفور بيديه كتاب عن مدينة أطلانتس المفقودة، واضح كده إنها هتكون رحلتهم الجاية. شون بيعرفهم إنه خد الطائر المضيء من الكهف وبيكونوا مش مصدقين نفسهم من الفرح وهم شايفينه بيطير قدامهم. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام صديقي.